يا هلا بشوش ليكي ولك وين دايره بهالسقعات قبل الضو؟ كيفك يا عمي؟ منيحه قربي ارتاحي قربي. خالتي شوش ليه؟ شو جايبك قبل هالضو؟ خالتك شوش ليه الحمد لله ما عندها رياحه لا بالليل ولا بالنهار، صايره حكيمه هالضيعه. صايره؟ ايه ما طول عمرك دايه وعامله حكيمه، الله يقويكي ويطول بعمرك. بدي اعرف بكره بس موت شو بدن يعملوا اهل هالضيعه وخصوص النسوان. هلا ما خبرتينا شو فيه؟ في مصيبه ومصيبه كبيره عن بيت رستم افندي. خير شو فيه؟ هيفا مرته لرستم افندي مريضه وحالتها خطره، وحضره جنابه خايف يخدها لعند الحكيم مشان ما يدفع له قرشين. ولو لهالدرجه؟ يا عمي هالزلمه رح يخوتني بتصرفاته وحكياته، لو بتعرفوا شو قال لي لما قلت له مرتك مريضه ولازم لها حكيم. شو؟ قال لي ما من شهر اخذتها لعند الحكيم وجبت لها دواء، وكانه لمعطره ما لها حق تمرض الا مره واحده بهالسنه. تخرب ذوقه شو بخيل لهالدرجه؟ ايه لا انا مثل هالرجال بعد عيني ما شافت. يا عمي ما له قلب ياخذها عند الحكيم ولا له قلب حتى يشتري لها الدواء. لك يا شوشليه هي شو بها بالضبط؟ ما فينا نعرف شو بها لنعمل لها فحوصات. يا مره امبارح ما نيمتني، انا قلت اكيد ما رح يطلع عليها الضوء، واليوم رح تفطس ويكون عنا دفن. حرام لهالدرجه؟ ايه يا حرام، كل الليل ما قدرت تنام وهي عم تقلب بفرشتها مثل فرخ السمك، وحضرة جنابه سهران كل الليل عم يعمل حساباته بهونيك دفتر سميك اسمك من دماغه. ابعت لك الهنا يا سوسلي على الاخبار. بتتروقي اكلتي؟ خليني احضر لك نتفه لبنه وقرص جبن وفنجان شاي. لا بدي روح شق على ام حبيب، من امبارح عرفت انها منا مبسوطه. شو بها خالتي ام حبيب؟ بكون اخذت لها شويه برد، ما هي خالتك ام حبيب حراره ما بتعرف تدير بالها على صحتها. يلا بخاطركم. لا يا عمي روقي خليكي قاعده، شو بك؟ نحن كمان بدنا نروح نشق ام حبيب عاد. لا معلش خليني اسبقكم، شفتكم بخير يا جماعه، بخاطركم. الله معك. ايه يا بنتي برد كثير، خلينا نفوت لجوا. هيئتها مش عساوة، إذا بقيت هيك من هلأ للظهر لازم نعمل لها كاسات هوا. ما بتعتقد إنه لازم يشوفها حكيم؟ يا رايت عنا حكيم بهالضيعة، كنا جبناه يشوفها. بهالضيعة ما في إلا فقر وتعتير، ولما تشت الدنيا منصير مقطوعين عن العالم. شو رأيكم أعمل لها لزقة بزر كتان؟ بيقولوا بزر كتان مفيد وما بيضر. أنا رأيي مثل ما قلت لكم، من هلأ للظهر إذا ما تحسنت لازم نعمل لها كاسات هوا. طيب مثل ما بتشوف. أنا بدي أوصل على الدكان. روح حبيب مشي معي نتسلى شوي وبرجع أنا وياك. مثل ما بدك. وبركي عزنيكم بشي. نحن مش رح نطول، منشق على الدكان ومنشوف شو في بالضيعة وبنرجع. طيب ما تتأخروا، أنا بحضر الغداء. أوه شو ناوي تعملينا اليوم؟ فكري أعمل فاصوليا. يا ريتك فيكي تعملينا شاوربة، هيدي منيحة كمان لأم حبيب، شاوربة رز بسمنة. طيب بعمل شاوربة. إيه لا سمح الله إذا احتجتوا لشي ناديلنا من قدام الباب. إيه يلا رايحين. مع السلامة. لا الهيئة منيح بعده مطرح بالمحل. ليك بتروح تنشق على المختار شوي ونشوفه؟ مثل ما بدك. أنا المختار صاحبي كتير وبحبه، إذا بيمضي يوم ما بشوفه بحس ناقصني شي. حلوين الأصحاب، شو بدك بالحكي؟ أوه خصوصا لما بيكونوا مثل المختار. روح مشي يلا. بشو حاسة هلأ؟ ما بعرف يا بنتي، حاسة بكوكاش نار بصدري، حرقة. بيقولوا العدس منيح للحرقة، بجيب لك كمشة تتسلي فيها؟ بيقولوا العدس فيه حديد والحديد تقيل على المعدة.
طيب رح اعمل لك فنجان زهورات وبحط لك نقطتين مزهر. طول بعمرك يا بنتي، انا ما بدي شي هلا، روحي شوفي ابنك وبيتك شو بده. طيب رح حمم فادي برجع بعمل لك زهورات.